وحول هذا الموضوع يسر أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار الأكاديمية والكاتبة بثينة خليفة قاسم. أهلا بك يا أستاذة. أهلا وسهلا أستاذة. يعني كما ذكر التقرير السابق، الدوحة حاولت مرارا وتكرارا تزوير الكثير من الوثائق يعني باسم حكام وأيضا مواطنين من البحرين لتثبت مزاعمها في حقوق سياسية وحقوق جغرافية في مملكة البحرين، يعني ماذا تقولين حول ذلك؟ الحقيقة بأنه كلامك سليم أستاذة سمية، ولعل أقرب قضية لاصقة في ذهننا في هذا الإطار هي قضية الخلاف الحدودي بين البحرين وقطر فيما يخص جزيرة حوار. وطبعا هذه قضية قديمة جدا، بدأت منذ عام 1937 وانتهت بحكم قضائي من محكمة العدل الدولي في عام 2001. ولو أخذنا حقيقة بدايات هذا الخلاف، فهي بدأت في عام 1937 حينما شنت القوات القطرية هجوما على الزبارة. وطبعا جميعنا يعلم بأنه الزبارة ما كانت يعني موجودة لولا وجود آل خليف الكرام، يعني هم الذين أسسوها، ولا تزال قلعة صبحة الشهيرة موجودة هناك كشاهد عيان يعني على ذلك. طبعا الذي أسس هذه القلعة هو الشيخ المغفور له محمد بن خليفة، والد الشيخ أحمد بن محمد الفاتح. وطبعا حينما توفي الشيخ محمد بن خليفة آل الحكم لمن بعده، لابنه الشيخ رحمه الله خليفة بن محمد. وفي عهد الشيخ خليفة بن محمد ازدهرت الزبارة كثيرا، لأنه كان مولعا بالحركة الأدبية والعلمية، أضف إلى جملة من العوامل الأخرى لعل منها أيضا خراب البصرة، وهذا يعني أمر يطول شرحه. إنما تاريخيا نعم، هنالك وثائق عديدة تؤكد بأن الزبارة ما كانت لتكن لولا. إذن كل المراجع والتاريخ يثبت عكس هذه المزاعم في الواقع. صحيح. البحرين هي التي يجب أن تطالب بهذه الأمور وليس العكس كما هو حاصل. نعم، ولكن طبعا محكمة العدل الدولية أقرت بأنه جزيرة حوار وقطعة جرادة لمملكة البحرين، في حين تقول الزبارة وفشت الديبل لدولة قطر. نعم أستاذة بثينة، كيف تصفين التخبط القطري بمواقفها المختلفة؟ أحيانا تصف مقاطعة دول الخليج لها بأنه حصار لتستدر العطف الدولي، وفي المقابل لا تتوقف عن ممارساتها أو حتى سياساتها العدائية ضد هذه الدول. يعني هناك ممارسات كثيرة تؤكد أن الدوحة مستمرة وثابتة على مواقفها، آخرها عندما قبل الأمير رأس القرضاوي وهو ما أعلن بأنه على رأس يعني رمز من رموز الفتنة والإرهاب. يعني كيف تحللين هذا التخبط في المواقف؟ طبعا هو تخبط لا يخدم السياسة الخارجية القطرية، لأنه من المفترض في السياسات الخارجية أن تتسم بالرشد السياسي. نعم. بأن تتبنى موقفا ثابتا. ما نلحظه بأن دولة قطر لها يعني ثمت غموض وازدواجية في مواقفها السياسية، ولعل السيناتور الأمريكي جون ماكين مؤخرا قال أمام وزير الدفاع ماتيس في جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي بأنه قطر تلعب بين معسكرين. نعم. وفي واقع الأمر نحن نشهد ذلك، يعني قطر حتى في ظل مثلا التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن هي هي تمول وتدعم الحوثيين دعما لوجستيا وتشارك أيضا مع قوات تحالف. هذا في صحيح. نفس الوقت ليس ذلك فحسب، وإنما هي أيضا أمدت القوة المعارضة في العراق بحوالي مليار دولار. هنالك في عام 2006 زيارة لمسؤولين قطريين للجنوب اللبناني وإعادة إعماره جراء الحرب. قطر أيضا تناصر وتدعم جبهة النصرة وحزب الله في العراق، وفي المقابل هي أيضا تناصر قضايا عربية. وما لا يعلمه الكثير بأنه قطر يعني تسبح ضد تيارات لا تخدم منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية بشكل عام. ولكن في كل المرات التي عزفت فيها قطر لحنا نشازا، كانت دول الخليج برئاسة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية تتصرف بحكمة وبروية، ولا يزال الباب مواربا لأن تغير قطر في السياسة. وقد أعطيت مهلة الكثيرة لأن تقف عن هذه السياسة وأن تعود إلى رشدها وإلى شقيقاتها الدول الخليجية، ولكن الموقف الآن يعني لا يوضح ولا يؤكد بأن قطر سوف تتوقف عن هذه السياسات وتعود إلى يعني كما نتمنى إلى رشدها وإلى صف شقيقاتها الدول الخليجية. في توقعاتك ما هي سيناريوهات قطر المستقبلية؟ السيناريوهات المستقبلية هو واحد من اثنين، إما أن تستمر قطر في تصعيدها وبتوسيع دائرة
يعني المظلومية. نعم. ومزيد من الزيارات المكوكية التي يقوم بها المسؤولين القطريين على غرار زيارة الشيخ حمد بن جاسم مؤخرا لأمريكا، وطبعا أيضا مد جسور أكثر مع تركيا وإيران، وفي المقابل أيضا تهدئة الأوضاع الداخلية على الصعيد الاجتماعي القطري. نعم. وإما أن يكون خطابها أكثر عقلانية بأن ترسم خريطة طريق جديدة وتعود لأحضانها، تعود لملاذها الأول والأخير دول الخليج العربية، وأن يتبنى الشيخ تميم يعني خريطة إصلاح جديدة، ولا يهاب أو يخاف من مثلا قوى الإسناد التي تحالف معها النظام القطري مؤخرا، لأنه صحيح. في المقابل معه دول أكثر قوة، معه المملكة العربية السعودية، معه جمهورية مصر العربية، الدول الخليجية. هذا السيناريو الذي يتمناه الجميع، هذا ولكن صحيح. في حالة السيناريو الأول، طبعا حال السيناريو الأول، هل ستسكت دول الخليج العربية عن استمرارها في توطيد علاقاتها مع إيران وغيرها؟ لا طبعا، الآن العالم كله يسير باتجاه تحجيم دور الإيراني والدور التركي، ولربما ضمن السيناريو الأول أيضا أستاذ سمية، ربما تلجأ أيضا قطر لمجلس الأمن الدولي في سبيل رفع الحصار. هنا أيضا الدول، دول التحالف، المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ربما أيضا يعني تكشف أوراق تركيا في عمليات الإرهابية، وممكن تكشف أوراق أكثر تمتلكها قطر فيما يخص الشبكات العنكبوتية التي ارتبطت فيها من أخوان، من قاعدة، من داعش. فتجد مثلا قطر نفسها هنا أمام مأزق، أمام المحكمة العدلية الجنائية، وهذا ما لا نتمنى. صحيح. الكاتبة والأكاديمية بثينة خليفة قاسم، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.